وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية الحصيلة حتى اللحظة 30 شهيد و865 جريح برصاص قوات سوات في محافظة كربلاء، كيف تلقى المتظاهرين في بغداد أنباء مجزرة كربلاء؟ نعم، الأخبار المؤسفة من كربلاء بدأت بالوصول منذ ليلة أمس في اللحظة التي باشرت بها ميليشيات مدعومة من الحكومة، وكان من بينهم عناصر إيرانيين كما أكد ذلك ناشطون من مدينة كربلاء. الأخبار أكدت أن هذه القوة قامت بمهاجمة المجموعة من المتظاهرين الذين كانوا ينظمون تظاهرة قرب المجلس المحلي في مدينة كربلاء، واستخدمت الرصاص الحي، واستخدمت أيضا أسلحة خفيفة ومتوسطة، وحتى أنها لاحقت هؤلاء المتظاهرين إلى الأزقة وإلى المنازل التي حاول المتظاهرون أن يحتموا بها، ونفذوا ضدهم عمليات إعدام ميدانية كما أكد ذلك ناشطون من مدينة كربلاء. رغم محاولات الحكومة والمحافظ وقائد العمليات لإخفاء آثار هذه الجريمة والتعتيم عليها وإنكار كل ما حصل، إلا أن المواد من صور وفيديو التي وصلتنا قبل ساعات قليلة من كربلاء أكدت أن هنالك شهداء بالفعل، وأن العدد قد يصل إلى 30 شهيد من المتظاهرين السلميين. حتى هذه اللحظة الحكومة تواصل إنكار، والمتظاهرون وتنسيقيات التظاهرات يعني المشكلة في الحكومة أستاذ أحمد أنه كلما حدثت مجزرة كعادتها تلقي باللوم على المتظاهرين. المتظاهرون أنفسهم كيف يعني يرون هذه السياسة من قبل الحكومة؟ نعم، بالتأكيد المتظاهرون وثقوا وقدموا الأدلة على أن الحكومة المحلية في كربلاء والقوات الحكومية ومعها ميليشيات ارتكبوا هذه الجريمة، وهو ما أدى في الحقيقة إلى حدوث حالة غضب عارمة في ساحة التحرير، وأصبح مطلب المتظاهرين هو فقط واحد، هو إقالة هذه الحكومة وتقديم كل رموزها الأمنية والسياسية إلى المحاكمة بتهمة قتل وقمع الشعب العراقي. هل تعتقدون أن الحكومة باتت لا تملك حلاً غير الحل الأمني لمواجهة الانتفاضة؟ نعم، بالتأكيد نلاحظ من عمليات القمع الوحشي والتخبط في التصريحات والتخبط كذلك في الإجراءات الأمنية أن التظاهرات وموجة الاحتجاجات قد أوجعت في الصميم الحكومة، وقد أوجعت في الصميم هذا النظام السياسي الطائفي الفاسد والفاشل. لذلك أصبح يتخبط في إجراءاته الأمنية وأصبح يتخبط في تصريحاته. الآن قبل دقائق من الآن عادل عبد المهدي يحاول أن يرمي الكرة في ملعب الكتل السياسية التي نصبته في هذا المنصب، عندما طلب من مقتدى الصدر أن يطلب من هادي العامري زعيم ميليشيا بدر أن يقيل، أن يشكل حكومة جديدة لكي يقدم استقالة ساعات، وهذا في الحقيقة أولى بوادر انتصار تظاهرات العراق بإذن الله. اللافت أن متظاهري كربلاء خرجوا اليوم بآلاف للتنديد بمجزرة أمس، كيف أثر ذلك على معنويات المتظاهرين برأيكم في بغداد؟ نعم، ما حصل في كربلاء يوم أمس وكذلك ما حصل في ساحة التحرير يوم أمس، عندما وردت أنباء شبه مؤكدة من أن الحكومة تبيت النية لاقتحام ساحة التحرير وإخلائها بالقوة، هذا الأمر زاد من عزيمة المتظاهرين، وكذلك قرار حظر التجول أيضا أدى إلى إشعال تظاهرات عارمة في مختلف أنحاء بغداد، وكلنا شاهدنا يوم أمس كيف أن العوائل البغدادية أطفال ونساء وصغار وكبار
قد ركبوا سياراتهم وأصروا على الخروج في بداية موعد بداية حظر التجول من أجل كسر هذا القرار الجائر وإيصال رسالة لحكومة عادل عبد المهدي من أن هذا الشعب لن يذعن مرة أخرى لقراراتهم الظالمة، وأن هدفه واحد هو إزالة كل هذه الطغمة الحاكمة. أنت أشرت إلى أن واحدة من النتائج أن الصدر طلب من العامري أن يشكل حكومة، هل تعتقدون أن الشعب سيقبل بوجود العامري أو الصدر أو أي شخص من ما هو موجود الآن في هذه العملية؟ بالتأكيد لا، نحن كنا بين المتظاهرين وكانت شعاراتهم واضحة من أن كل الوجوه التي تمسك بزمام السلطة الآن هي غير مرغوب فيها، ومطلبهم الوحيد هو أن يتم إزالة كل هذه الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، والمسير نحو تشكيل وإعلان انتخابات بإشراف تشرف عليها الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية الرصينة للوصول إلى حكومة وطنية ترشح فيها شخصيات وطنية قادرة على قيادة البلد إلى بر الأمان. بالتأكيد يعني المتظاهرين ليس لديهم أدنى رغبة أو أدنى ثقة مرة أخرى بكل الطبقات الأحزاب السياسية المشاركة. كيف ترون إصرار المتظاهرين على استكمال انتفاضتهم حتى تحقيق الأهداف التي أعلنوها في ظل هذا القمع اللامتناهي من قبل الحكومة؟ في الحقيقة قد لا تكون الكلمات كافية لوصف ما نشاهده في ساحة التحرير. هنالك إصرار عظيم، هنالك صور عظيمة يعجز اللسان عن وصفها، هنالك تلاحم بين المعتصمين، هنالك أناس قد قدموا من مسافات بعيدة جدا، هنالك أناس قد قدموا ما لديهم من أموال من أجل دعم المتظاهرين وإدامة وقوفهم وزخمهم في ساحة التحرير من أجل مواصلة التظاهرات. يعني كما قلت اللسان يعجز عن وصف ما نشاهده، لكن أؤكد لك من أن نفس المتظاهرين طويل ولن ينفضوا ويرجعوا إلى منازلهم إلا بإزالة هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة. أحمد الجميلي الصحفي العراقي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.